والتعليق لسي رضوان عراش مع عبد الحسن الثاني للزراعة والبيطارة. النوستالجيا غتبدا دابا. هاد المعهد انا قريت فيه طبعا، كاين واحد النوستالجيا من اللي كنشوفو. قريت فيه خريج عام 92 كنظن 92 تخرجت من المعهد في 92 ودزت الاختصاص ديالي هو الاقتصاد القروي اللي كنت في الديبارتمون ديال سميتو الاقتصاد الزراعي. وقريت على ايدي زعما اساتذه كبار كانوا تما اللي دازوا في ديك المرحله ديال اللي كنت فيها انا وباقي هذا المعهد. كنتذكر ما قريتيش مع القجع؟ لا القجع قرا معايا كان انا فايتو بعام. انا فايتو بعام، السيد الوزير فايتو بعام. كنا في هذا المعهد نهار دخلنا اول مره كان استقبلنا السي الكاتب العام ديك الساعه اللي كان ديال المعهد الزراعه والبيطره، وقال واحد الكلمه دخلنا قال لنا الا كانت شي بلاصه خضراء في المغرب راه يرجعوا الفضل لهاد الناس اللي كيتخرجوا من هذا المعهد. الله يعطيكم الصحه. وكانت مؤثره بزاف اي انسبيرونت بحال اللي كنقولوا بالنسبه. ولكن واحد البيزوطاج عندهم كان صعيب. اي عاقل عليها تماما. قول لي هرب منه كيطيح ليه الشعر. كيطيح ليه الشعر.